امبارح مع تصاعد الحرب العدوان الاسرائيلي، العدو الاسرائيلي فجأة بسرعة وبدأ قصف الاماكن السكنية الامنة على المدنيين، صار في رعب بين المدنيين لنحكي بصراحة. نسع اعداد كبيرة، استقبلنا يعني هالحجم هيدا من الاعداد بهالسرعة هيدي ما صعب. ففي وحدة ادارة الكوارث طبعا هي مرتبطة تبعية بساعات الايماء وساعات المحافظ، تم بناء للتشاور معهم فتح مراكز الايواء ثانية وتم الاتصال، يعني الخطوات بتتوالى ورا بعضها، فتح المراكز، تأمين الحاجيات من فرش لأدوات نظافة لهالأشياء هيدي كليتها الأساسيات للعيش وماشي الأمور. بس ما استضفنا، ما قدرنا نحن نخدم، وهيدا واجبنا نخدم أكثر من نص العدد تقريبا هيك، لأنه كان في عدد كبير بالحدائق العامة على شط البحر بقلب السيارات على منطقة الخراب، يعني حد الفنار كلها نايمة بالشوارع. شي بيصدم، شي بيصدم، شوف وجوه الأطفال ودمعة الأطفال، ضايعين ضايعين، ناس ضايعة. العالم هفين من الجوع هون، لا مصاري لا كهرباء لا مي، الناس حين كلها هون متضايقة. يعني شو بدي أقول لك رئيس، إحنا كلتنا عم نطلب مي للشرب، فيش عنا مي للشرب، وتدرح وقت تشتري مي فيش محلات فاتحة، وحرش مو عم مصاري يدفع حق مي أصلاً.